عارفين ان الخشاف اصل تركي مش مصري، وان كلمة خشاف دي كلمة تركية. ازاي؟ تعالوا نعرف. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن مشروب واكلة بنحبها جدا ساعة الفطار، يعني بنكسر عليها صيامنا، وألا وهو الخشاف. يعني ديت من الحاجات المهمة جدا بتكون على سفرة رمضان. تاريخ الخشاف دوت، يعني بصوا، ما فيش حد ما نسبهوش لنفسه. ناس بتقول ان هو بيرجع لأصل تركي او فارسي. فخشاف باللغة التركية يعني التمر المنقوع، اما باللغة الفارسية هو اسمه خوشو اب، دوت معناها الشراب الحلو او العصير. اما بقى عندنا في مصر كان اسمه اليميش. اليميش معناها اللي هي الفاكهة المجففة. طبعا احنا بنقعد ننزل قبل رمضان، نقعد نشوف الاسعار عاملة ازاي وبنتخض كده اهو، وبعد كده ننزل نجيبها عادي يعني، تمام؟ يعني لازم نقعد نقول الحاجات غلط ومش عارفة ايه وكده، وبعد كده نجيبها في الاخر يعني. فديت من الحاجات الاساسية اللي موجودة عندنا في رمضان. وبعد كده بدأوا ان هم يضيفوا مكونات اغلى شوية، وبعد كده ان هم بدأوا يضيفوا مكونات اغلى شوية زي التين والمشمش والحاجات دي كلها، لما بدأت التجارة تزدهر ما بين مصر وسوريا. كان احسن ناس بيبيعوا الفاكهة المجففة وهم اهل الشام، اللي هم اهل سوريا. وفي ناس كتير بيقول ان عادة الخشاف دي اتنقلت من المصريين من العثمانيين للمصريين. طيب بس كده، اتمنى تكونوا عرفتوا الخشاف دوت اصله ايه، وكل سنة وانتم طيبين، وكل واحد بقى يكتب لنا تحت هو بيعمل خشاف من ايه، وايه الحاجات المكونات الأساسية اللي هو بيعملها في الخشاف. اتمنى تكونوا بخير، مع السلامة. تحسوا ان الفيديو النهاردة مش طويل قوي، بس يعني انا حبيت ان احنا خلاص في اواخر رمضان، فحبيت ان احنا ايه وفي بدأنا في العشر الاواخر، كل سنة وانتم طيبين، فحبيت اخفف شوية الفيديوهات، متبقاش مدتها طويلة.